الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. عمار بن ياسر رضي الله عنه بنيكاتا كمان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرساتا بدنا صلاة ربها إمام وين نتغي جمعات هاي خطبة ربا إمام كلي نتغي جمعات نو جي فتان من جاء بي كايول ربا قوت من جاء بي كايول دن ربا قوت أم بي ساسنا ربا الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم. أدين ريكا دا إمام مسلم. يوم تام أتني هذه كي تيموي بجاء برابطها كاسود خطبة كلي كي جي سنة سنة كي خطبة من تري سود وين بي نوتي بطا كا كلي دال كداوب أتني بين لين كا كلي دال توك تداوي أتني بين لين من من جي كا كلي دال من مين أتني نوتي هاي جمناي كا صلاة وين نتغي جمعات كي جي سنة دال بطا كا وين كي وين كنون كمرت شباب إسلام mình quên đòi là bông co ca lụm ba đòi nạn chủng ngư đòi nạn từng sau rư nạn miền đồng bằng ca xem xe nội thị mình tha cùng rất với đã man bông co phật ba phật đòi mạ mum imam đã là số khất ba clay là mum hai phật ba đã salat quên đòi mình bông co phật ba phật đòi nạn salat đòi mạ mum tương lai nu cứ chia sẻ nhé bên cha pi ca yếu đơn rồi bảo imam ông pi sasana rồi bảo الله سبحانه وتعالى هاي كا سور خطبة ني كي كوباي توي جي بسا عرب بسن ومين لا تبيب بطا ني كنون كا ني دك مين لا تبيب تي كي من بانيهانو تي روتا بمنا سمكان ني خطبة كي كا رملك كا دهتين منو او يول طلا مرو الله سبحانه وتعالى رملك منو او يجي بيان او بي بكا اكرا جمروي منو او سان ني تنغول او بسمسين بطا كا سسا تي جمو الله نكا صلوات تي جمو Rasulullah SAW ku jambat cerita ci bisa Arab, jambat cerita ci bisa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.